حياكم الله مجددا في أهلا بالعرفج، وصلنا معكم إلى فقرة المثل يقول، نسمعه ونرجع نعلق. المثل يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، هل هذا المثل صحيح؟ وهل هناك مخلوق يستطيع أن يقطع أرزاقنا؟ والأرزاق بيد الله يقسمها بين عباده. شكرا لأبو نجد أحمد العبد الكريم، والتعليق عندك دكتور. شوف طال عمرك، يوم كتبت التغريدة الناس تفاعلوا، من ضمنهم الدكتور تركي الرجعان، وقال أنه هو لا قد لا يقطع الرزق بطريقة مباشرة، ولكن يحرض عليك، يشوه سمعتك، يكتب فيك تقارير حتى تفصل. أنا أقول كلامه منطقي صحيح، لكن ترى حنا ما ندري. الدكتور سعاد أبو شال قالت قد يطرد الإنسان أو يفصل من وظيفة ويغلق باب، لكن الله يفتح له أبواب. في مدير شركة كبير، ما حد كرس من شركة عالمية في الفنادق، لا يحسبونه دعاية، هذا يقول إنه كل سنة يرسل خطاب شكر للي فصله، يقول لي يوم فصلني اشتغلت بالتجارة حتى صرت أكبر من أكبر ملاك الفنادق في العالم. أنا أعتقد إنه العبارة فيها مبالغة، الأرزاق بيد الله عز وجل، الله هو الرازق والرزاق، شوف جت بصيغتين، ويرزق من يشاء بغير حساب، يعني بدون منطق وحسابات. فأنا أعتقد أنه الأرزاق بيد الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وكما يقول ابن عمك ابن زريق البغدادي يقول والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصنعه. شفت هذه القصيدة المشهورة ولا لا؟ نعم. معروفة عند العشاق. فأنا أقول إنه إن شاء الله الأرزاق بيد الله، والإنسان إذا أبعد عن وظيفة أو فصل، أنا بالنسبة لي في مراحل حياتي ما أبعدت عن وظيفة إلا رأيت إن الله يسوقني إلى أحسن منها.